أهلا وسهلا بكم. في سلسلة من حلقات سنحاول تسهيل استخدام اللغة العربية على توزيعات أوبونتو ومن خلالها على أغلب توزيعات لينكس. بداية سنرى كيفية تثبيت اللغة العربية كلغة إدخال ولغة واجهة. بعدها نمر للتعرف على أغلب المشاكل التي تواجه مستخدمي اللغة العربية كمشكلة الخطوط والترجمة. ونهاية سنصل لكيفية تسهيل التحرير باللغة العربية ونركز فيها على معرفة أمكنة حروف اللغة العربية على لوحة المفاتيح بما في ذلك الأحرف والرموز الغير اعتيادية. إذا نبدأ في هذا الدرس بكيفية إضافة اللغة العربية كلغة إدخال. لذلك ندخل على إعدادات النظام System Settings، منها ندخل على Keyboard Layout، وهنا نضغط على علامة الزائد لإضافة لغة إدخال جديدة. ومن النافذة التي تظهر لنا نختار اللغة العربية أو اللغة العربية الخاصة بدولة ما، مثلا أختار اللغة العربية الخاصة بالمغرب، فتنضاف هنا اللغة العربية، ونلاحظ أنها هنا ينضاف مؤشر اللغة. إذا من مؤشر اللغة يمكنني التنقل بين اللغات، مثلا هنا يمكنني أن أكتب باللغة العربية. هنا أغير لي الألمانية. يمكن أيضا التنقل بين اللغات عن طريق تجميع لوحات المفاتيح، لذلك أدخل هنا لي مرة أخرى للكيبورد لايت، وهنا أضغط على Options وأنتقل لكيز to change layout، وهنا أختار مثلا كما هو الحال بالنسبة لي Alt زائد Shift. فيمكنني الآن أن أكتب باللغة الألمانية، أضغط على Alt زائد Shift ثم أكتب باللغة العربية. هذا كان إذن طريقة تثبيت أو إضافة اللغة العربية كلغة إدخال. لا نحتاج لإضافة أي مخازن أو حزمات جديدة. في الدرس المقبل نتعرف إن شاء الله على كيفية تثبيت اللغة العربية كلغة واجهة، أي تعريب توزيعات أوبونتو. إلى اللقاء.